بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله أيها الأحبة الأكارم في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والتي ستكون عن التقرير الدوري للقسم السياسي الخاص بالأوضاع السياسية والأحداث الخطيرة التي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية في العراق. وقد تناولت الهيئة جزءا منها في بياناتها وتصريحاتها الصحفية، والارتباط هذه الأحداث ببعضها ولخطورتها على واقع العراق المؤلم ولأبعادها السياسية والأمنية، ولأن الحاجة تقتضي التفصيل والتوضيح أكثر، تم إجمال هذه الأمور في التقرير الدوري للقسم السياسي والذي سيصدر بالتزامن مع هذه الندوة على موقع الهيئة وحساباتها الرسمية. والتقرير مكون من 5 صفحات تتضمن محاور رئيسة، وهي أولا ما سمي بالحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي وموقف الهيئة منها، ثانيا ملف الجرائم الحكومية وجريمة سوق الوحيلات والخداع الرخيص الذي قامت به حكومة الكاظمي، ثالثا موضوع الانتخابات وإعلان بعض القوى السياسية الانسحاب منها، رابعا التجاذبات السياسية على أبواب الانتخابات وتأثيرها على المهجرين والنازحين قسرا على يد الميليشيات، خامسا موضوع الانتخابات القادمة وآثارها على الأوضاع في العراق. هذه هي المحاور الرئيسة في التقرير الدوري، وسيكون معنا في هذه الندوة لتفصيل هذه المحاور الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، ليبين مضمون كل محور من المحاور التي وردت في التقرير الدوري للقسم السياسي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي دكتور ثامر. يتناول هذا التقرير كما بيّن الدكتور في مقدمته بعض القضايا المتعلقة بالأحداث الأخيرة في الساحة العراقية، وهذه الأحداث ذات صلة بالجانب السياسي وصلة وثيقة جدا، ومن هنا تناولها القسم السياسي في هذا التقرير الدوري له الذي يصدر هذا اليوم. وهذه القضايا والمحاور التي ذكرها الدكتور ثامر هي 5، وهي مهمة جدا، ولا يعني أنها تجمل كل الأحداث التي جرت في الساحة العراقية خلال الأسابيع الماضية، فالأحداث كثيرة وما زالت هذه الأحداث تولد أحداثا أخرى، ولكن هناك أحداث رئيسة وهناك أحداث فرعية تابعة لها. من هنا ركز هذا التقرير على الأحداث الرئيسة، المحاور الرئيسة في هذا السياق، وقد سمى القسم هذا التقرير التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق، وهو تقرير دوري يصدر عن القسم بين مدة وأخرى بحسب التطورات الحاصلة في العراق. وينبغي هنا ملاحظة أن هذا التقرير يتعلق بالأوضاع السياسية العراقية الداخلية فقط، فالهيئة تتناول محاور كثيرة خارج الإطار السياسي العراقي الداخلي من خلال بياناتها أو من خلال التصريحات الصحفية الصادرة عن قسم الإعلام فيها. فالتقرير الدوري هو تقرير معني بالشأن السياسي العراقي، ويتابع بشكل حثيث مجريات النظام السياسي القائم في العراق والعملية السياسية وما يتعلق بها من تطورات. تضمن التقرير كما ذكرنا 5 محاور. المحور الأول يتحدث عما يسمى بالحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، وكلكم يعلم بأن هذا الحوار قد جرى في الشهر الماضي من خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الاحتلال الثامنة في العراق مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، والتقى بالرئيس الأمريكي بايدن، وأعلن بأن هناك حوارا استراتيجيا يجري بين الطرفين على افتراض الندية طبعا بين الطرفين، هكذا حاولت وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية أن تروج لهذا الموضوع. الهيئة نظرت إلى هذا الموضوع نظرة مباشرة من خلال ما صدر عنه، بالتحديد البيان الصادر عن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق الموضوع،
والبيان الصادر عن حكومة الاحتلال في بغداد. وبناء على القراءة الفاحصة في ما صدر عن الإدارتين في البيانين، وضعت الهيئة رأيها في هذا التقرير، وهذا الرأي يتلخص في النقاط الآتية. أن العنوان العام لهذه اللقاءات كان هو الحوار الاستراتيجي، ومجمل البيان المشترك الصادر بين الطرفين لا يحب وجود أي قضايا استراتيجية نقشت في هذا باستثناء موضوع وجود القوات الأمريكية، وهذا تفصيل أمني وليس سياسيا واستراتيجيا، وهو يأتي أيضا في سياق التزامات حكومة الاحتلال الثامنة باتفاقية الإطار الأمني أو اتفاقية الإذعان كما نسميها في الهيئة وفي القوى المناهضة للاحتلال، وهي كما تعلمون مقرة منذ سنوات طويلة. فكل اللقاءات الأمريكية العراقية بين قوسين تتم على هذا الأساس حتى وأن أضفيت عليها هذه العناوين. هذا أولا. ثانيا، اللقاء كان يتحدث عن تقديم مساعدات أمريكية صحية وتعليمية واسترداد قطع أثرية وما إلى ذلك، وهذا يشير أن الحوار لم يتجاوز الأطر الشكلية بعيدا عن أي بعد استراتيجي فيه. ثم كيف يكون الحديث استراتيجيا إذا لم تتوفر الندية؟ الطرف المحتل الأمريكي، والمحتل هنا تعبير عمن يقوم بالفعل، يلتقي مع الطرف المحتل من وقع عليه الفعل، أي البلد المحتل اللي هو العراق. فأين الندية؟ إدارة الاحتلال تلتقي مع حكومة الاحتلال المنصبة منها في العراق، فإذا اللقاء لا يتوقع منه لا ندية ولا بحث قضايا استراتيجية، وإنما يتوقع منه إملاءات وطلبات واستجابة وتنفيذ. وإذا أردنا نقرب الصورة أكثر، إيجاب وقبول بين الطرفين، لا توجد أي مظاهر لما يسمى بالحوار الاستراتيجي الذي ضخم كثيرا، وكأنه الكاظمي عندما ذهب إلى واشنطن سيعود بانتصار سياسي ودبلوماسي كبير لما يسمى الآن الدبلوماسية العراقية، وهذا كله لم يحصل. حتى القضية الأساسية وهي قضية انسحاب قوات الاحتلال لم تتحقق لهم. طبعا هناك شواهد، هذه قراءة فاحصة في البيان الختامي للطرفين، لكن الشواهد عديدة على ذلك، منها التقرير يرصد هذه الشواهد. من هذه الشواهد أن تقدير الموقف من الهيئة لهذا الحوار قائم على الأمور الآتي: أولا، ما تم الإعلان عنه في الحوار تمخض عن التزام أمريكي بانسحاب القوات المحتلة من العراق وانتهاء مهامها القتالية، هذا المعلن، لكن هذا نفته الإدارة الأمريكية نفسها، فقد صرح بعض المسؤولين الأمريكان بعدم صحة ذلك وعدم إمكانية الانسحاب الأمريكي من العراق وفق الصيغة المعلنة من حكومة بغداد، حكومة الاحتلال الثامنة وأدرعها الميليشياوية، بل أن الرئيس بايدن أوصل رسالة واضحة وصريحة لهم بأنه أي تهديد تتعرض له هذه القوات سيقابل بالرد. طيب كيف تكون هذه القوات التي ستبقى قوات تدريب فقط إذا كانت لديها القدرة على الرد؟ قد يقال بأن الرد سيكون من خارج العراق من القواعد القريبة. طيب هذا دليل آخر على أنه الانسحاب شكلي، إذن حتى لو انسحب وأبقى قوات تدريبية هو إذن جمع قوات قتالية على حدود العراق، فالمؤدى واحد والقضية واحدة. نحن نبحث عن وجود جندي أمريكي تحت عنوان مدرب أو مقاتل على الأرض، أم نبحث عن سيادة حقيقية؟ خرق السيادة إذا كان من داخل الأرض أو من الأجواء أو من خارج الأجواء أو أنا خارق للسيادة. المهم لم يكتفي الرئيس الأمريكي بذلك، بل أقولها بصراحة أذل الرئيس أو أذل رئيس حكومة الاحتلال الثامن الكاظمي، وأذل العملية السياسية التي أقامها هو وسابقوه من الرؤساء الأمريكان عندما رفع الورقة البيضاء المشهورة هكذا، وإذا فيها نقاط والتزامات وتهديد بالرد على أي اعتداء يطال القوات المحتلة في العراق. وهذا الإجراء وهذا الأسلوب غير معهود في حوار بين رئيسين، بل هذا تجاوز دبلوماسي على الضيف الذي يجلس معه رئيس حكومة الاحتلال الثامنة، ولكن كما قلت هم لا يتعاملون معه بندية وإنما يتعاملون معه
بطريقة الأمر والاستجابة والتنفيذ فقط. فكل ما قيل من كلام عام أبطلته هذه الورقة. هذا شاهد. الشاهد الثاني، الوقائع الأمنية والميدانية تشير إلى عدم وجود نية حقيقية لتخفيض قوات الاحتلال في العراق، وكلنا يعلم قبل شهر ونصف تقريبا جاءت قوة من 1200 جندي أمريكي ودخلت العراق وهي قوة خاصة لتنفيذ مهام خاصة. فإذا كانت هذه القوة سيسحب مقابلها عدد آخر من القوات، إذن صارت عملية إحلال وتبديل فقط. طيب، الانسحابات المعلن عنها أو المرتبة ومنها قرار صفة تغيير صفة القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات تدريب هي نوع من أنواع التعبير اللفظي الذي اعتدنا عليه من الأمريكان، ويأتي في سياق من سياقات الخطاب الأمريكي المستخدمة في تفسير إعادة انتشار وتوزيع القوات الأمريكية في المنطقة. والدليل على ذلك أنها قد أخلت قبل مدة إحدى القواعد المهمة في قطر ونقلتها إلى بلد مجاور للعراق، وأدخلت كما قلنا قوة عدادة 1200 مقاتل إلى العراق، وقامت بتعزيز بعض قواعدها في المنطقة بأسلحة وطائرات وما إلى ذلك، وزادت من وتيرة حركات سفنها القتالية في المنطقة. إذن هذا كله ما يسمى إعادة الانتشار الأمريكي. ليش؟ للتعامل مع متغيرات سياسية وميدانية في المنطقة تقتضي ذلك. وهذا التقرير معد قبل ما حدث في أفغانستان قبل أيام. أحد المتغيرات الرئيسة والكبيرة كان هو المفاوضات مع طالبان. نعم جرت بوتيرة سريعة وهناك مفاجآت كبيرة حتى للإدارة الأمريكية نفس الإدارة الأمريكية فوجئت. قبل شهر الرئيس بايدن يعلن بأن الجيش الأفغاني قادر على التصدي لطالبان، ثم يعترف قبل أيام بانهيار هذا الجيش أمام طالبان. إذن كانت لديها خطة لإعادة الترتيب في المنطقة بناء على رؤية استراتيجية لطبيعة التحديات القادمة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. والجماعة في بغداد يطبلون ويزمرون بأنه هذا انسحاب لقوات. طيب، إذا كانت قوات الاحتلال ستنسحب الآن، إذن ماذا تسمون انسحاب أو إعلان انسحاب قوات الاحتلال في نهاية عام 2011 إذن لم تنسحب قوات الاحتلال في ذلك الوقت؟ فأما أنها انسحبت في عام 2011 وحققتم السيادة واسترجعتم السيادة كما تقولون، أو أنها ستنسحب الآن وهي لم تنسحب لا في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت، وإنما أخرجت عددا من قوات أو جزءا من قواتها لمقتضيات سياسية لإيصال رسائل على أنها منسحبة، وأيضا لتفادي بعض الملفات الحساسة ولإعادة ترتيب أوضاعها في المنطقة. وهذا ما حصل الآن كما حصل في أفغانستان. الخروج الأمريكي من أفغانستان خروج حقيقي، انسحاب حقيقي بل هزيمة حقيقية، وإن كانت الإدارة الأمريكية تحاول أن تظهر هذا في موضوع إعادة انتشار وأنها متفقة مع طالبان، ولكن طالبان أخلت بالاتفاق وسارعت باحتلال العاصمة بينما كان الاتفاق هو عملية تسليم للسلطة. نقطة أخرى، هذا الحديث عن الانسحاب وعدم تصريح الأمريكان بقوة بعدم وجود انسحاب حقيقي وإنما نفي بعض التفاصيل والجزئيات كما ذكرنا قبل قليل، يأتي في سياق آخر وهو إعطاء نوع ما من الإعذار للنظام السياسي القائم في العراق بعد الضربة الكبيرة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية بمقتل قاسم سليماني. فهي عملية نوع من التوازنات تقدم الإدارة الأمريكية أحيانا بعض الأسباب السياسية الدعائية الإعلامية من أجل أن تستخدمها حكومة الاحتلال الثامنة والنظام الميليشياوي القائم السياسي القائم لإظهار أنفسهم وأنهم قد حققوا بعض الانتصارات السياسية. شاهد آخر، أن أمريكا تحاول ببقاء في العراق وإطلاق بعض البالونات على انسحاب وغيرها حفظ ما وجه النظام السياسي القائم في العراق والعملية السياسية القائمة في العراق، التي بالنتيجة وبالضرورة تؤدي إلى حفظ ما أمريكا بعد بسبب التدخلات والهيمنة الإيرانية الكاملة في العراق. فلما تتحدث عن موضوع انسحاب وما إلى ذلك هي مقتنعة تماما بأنها لم تصل إلى المرحلة التي وصلت فيها للتوافق والتفاهم مع النظام الإيراني لاتفاق ما يتيح لها سحب قوات. هذه قناعة موجودة ليست عند الأمريكان فقط، وأنه هذا هو المعلوم في موضوع العلاقة بين أمريكا وإيران، ولكنها تحاول أحيانا أن تعطي بعض الإيجابيات اليسيرة
لهدف سياسي كبير ما، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة. أمريكا حريصة جدا على إجراء هذه الانتخابات، وما جرى من زيارة كاظمي إلى واشنطن ولقاء بالرئيس الأمريكي والحديث عن الانسحاب هو من هذا القبيل، لأن الانتخابات المبكرة يخططون لها في مطلع شهر 10 أصبحت قريبة، فلا بد لها من دفعة، وأن النظام السياسي مستعد لهذا الأمر. فكانت يعني حملة علاقات عامة للترويج لحكومة الكاظمي ولإضفاء الصفة الأمريكية عليها، وأنها بعيدة عن تأثيرات النظام الإيراني. شاهد آخر، إلى الآن لا توجد نية حقيقية للقوات المحتلة الأمريكية للانسحاب من العراق. العراق صفحة مفتوحة، معركة مستمرة، احتلال مستمر، هناك صفحات فتحت بسبب فتح هذه الصفحة، لدينا كتاب الآن، صفحة العراق أو فصل العراق وفصل سوريا وفصل اليمن وفصل لبنان وفصول أخرى. فكيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تغلق الفصل الأول من الكتاب والفصل الأخير ما زال غير مغلقا؟ طيب، توازنات الأمريكية في المنطقة وما يحدث في الساحة وتبديل الاستراتيجية الأمريكية وصراع مع الصين وروسيا وما إلى ذلك، عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، تداعيات ما جرى في فلسطين، كل هذه تستدعي بقاء القوات الأمريكية وليس انسحابها. فلا المنطق ولا العقل ولا الاستراتيجية ولا قضايا المحافظة على المصالح توجب على الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب. لكن أمريكا بارعة طبعا في كما قلنا إعادة الانتشار والتبديل وإعطاء بعض المكاسب السياسية للمتعاونين معها للأنظمة التي نصبتها في المنطقة. نقطة أخرى، أن هناك عملية تخادم معروفة بين أمريكا وإيران، وأن هذه العملية مستفيدة من الميليشيات، والآن الحدود العراقية الإيرانية في حالة انفلات تام، وإيران مستفيدة من هذه الحالة في كسر الحصار الاقتصادي عليها. طبعا الحصار الاقتصادي ما نخلي بين قوسين. فما كيف تبرر أمريكا خروجها من العراق وحالة التسيب هكذا في العراق؟ الآن النقد كبير للإدارة الأمريكية على خروجها من أفغانستان بهذه الطريقة، مع عدم وجود خطر لهيمنة بلد ثاني على أفغانستان. لا إيران تستطيع ولا روسيا تستطيع ولا الصين تستطيع، ومع ذلك النقد كبير للإدارة الأمريكية. فتصوروا كيف لو خرجت قوات الاحتلال من العراق ودخلت إيران أكثر مما هي متدخلة الآن. إيران الآن تضرب بصواريخ عبر الميليشيات، من خلال الميليشيات، القواعد الأمريكية والمطارات المدنية في كردستان العراق، تضرب على الحدود مع سوريا، تضرب في أماكن أخرى، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني يبدو تأثرت مبدأ التغليس اللي نصح به أحد زعماء الميليشيات رئيس حكومة الاحتلال الثالث. الشاهد الخامس، المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من بعض الأطراف السياسية والميليشيات الولائية في العراق خطة مدروسة لزيادة الضغط على المفاوض الأمريكي على طاولة المفاوضات النووية. وإلا كل الميليشيات تعتقد تماما أن لحظة خروج قوات الاحتلال الأمريكي الحقيقي من العراق هي لحظة بداية النهاية لوجود هذه الميليشيات، لأنها محتمية بوجود هذه القوات. وما جرى من عام 2014 إلى الآن هو استثمار من إيران وميليشياتها في العراق للوجود الأمريكي، وخاصة التفوق الجوي ووجود التحالف الدولي وأسلحته ومدفعياته وأجهزة الاستخبارية وطائراته المسيرة لحماية جهد ما يسمى الجيش العراقي والميليشيات. وهذه الميليشيات لم تستطع أن تقترب من مدينة واحدة من المدن العراقية في عام 2014 و15 إلا بفضل الغطاء الجوي الأمريكي والتمهيد الناري وسياسة الأرض المحروقة اللي دمرت المدن العراقية. ثم دخل هؤلاء بقيادة سليماني يحملون الرايات الإيرانية تحت الطائرات الأمريكية. إذن هم يطالبون في الإعلام حتى يظهرون بمظهر المقاومة، وأنهم من صنع المقاومة، وأنهم أبطال المقاومة، وأنه هناك احتلال أمريكي في العراق ولم يحدث عن سيادة العراق. ولكن في واقع الحال بالاتفاقيات اللي تحت الطاولة يتشبثون بهم للبقاء، كما يتشبث الآن المتعاونون مع القوات الأمريكية المحتلة في أفغانستان بالطائرات الأمريكية وهي تحلق.
فإذا هي محاولة لتمرير هذا الموضوع علينا. المحور الثاني ملف الجرائم الحكومية. في نفس التوقيت اللي كان في كاظمي في واشنطن كانت تجري مسرحية، ولا نقول مسرحية وإنما تجري مأساة ما يسمى بجريمة الوحيلات، جريمة سوق الوحيلات في مدينة الصدر. كلنا يعلم بأنه البيان الأول من الحكومة كان يقول بأنه تفجير عن طريق عبوة ناسفة، ثم بقدرة قادر صار بحزام ناسف. كاظمي جالس مع الرئيس الأمريكي ويتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعملية السياسية في العراق والتحضير للانتخابات، وأعطى الإشارة لأجهزته في بغداد لإلقاء القبض على مدنيين مهجرين ومحافظين أنبار وكركوك وإلقاء التهمة أو الباسهم التهمة ومن ثم تعذيبهم وإظهارهم للعنان واتهامهم بذلك، على الرغم أنهم كانوا معتقلين قبل حصول هذه الحادثة. وكلنا يعلم الأطراف التي قامت بها على هامش أو على مقترب الانتخابات وبعد إعلان مقتدى الصدر عزمه على الانسحاب من الانتخابات، فواضحة، المستفيد واضح والمستهدف واضح والكل يعرف ذلك، ولكن ألبست لمساكين وقد توفي أحدهم في الغالب كما جاءت بذلك التقارير أثناء عملية التعذيب. وقد استطاع أحد المراكز الحقوقية وتحديدا مركز جرائم الحرب في العراق الكشف عن هذه الجريمة وإعلانها، وقد تبنتها منظمات أو تقارير المنظمات الدولية وأصبحت حقيقة واقعة وواضحة وتكفلت وسائل الإعلام بكشفها. إذن لقاء حوار استراتيجي من أول وأيسر القواعد التي ينبغي الالتزام بها واحترام حالة حقوق الإنسان في العراق، والرئيس كاظمي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والميليشيات الولائية يحرفون القصة عن مسارها الصحيح ويلبسونها بأناس أبرياء ويكرسون حالة الإفلات من العقاب في العراق يوما بعد يوم. المحور الثالث في هذا التقرير هو موضوع الانتخابات وإعلان بعض القوى السياسية الانسحاب منها. طبعاً الأشهر الماضية شهدت وتيرة وما زالت تشهد وتيرة متصاعدة من التحضيرات للانتخابات المبكرة، ودائماً وتيرة التحضيرات في العراق في العالم كله يصير نوع من الاتهامات من القوى السياسية، ولكن في العراق الاتهامات من نوع آخر من شكل آخر من مستوى آخر من عيار آخر، وتستخدم غالباً فيها القوى المسلحة، يستخدم فيها الكذب والدجل والنفاق والاتهام والتشويه، كل أنواع السلبيات والسيئات المتصورة في هذا الإطار تستخدم في العراق لأنه لا توجد عملية سياسية حقيقية في العراق. لذلك بدأت تظهر بعض المواقف الوهمية وهي ليست جديدة وإنما متكررة. فأعلنت بعض القوى السياسية عن انسحابه، مقتدى الصدر أعلن عن انسحابه، والآن حديث يدور في الإعلام أنه قد يعود عن هذا القرار إذا أجلت الانتخابات. إذن مطلب التأجيل كان من البداية حاضرا عند مقتدى الصدر وعند غير مقتدى الصدر، الآن بدأت تظهر النوايا وهي مكشوفة منذ الأول. وثم قوى هامشية أشخاص هنا وهناك يظنون أنفسهم أنهم يعني فاعلون في العملية السياسية أيضا أعلنوا عن انسحابهم. الخلاصة هذه إعلانات إعلامية، لم يتقدم أحد بطلب الانسحاب من المفوضية بشكل رسمي. من تدخل للمفوضية بشكل رسمي لازم تخرج بشكل رسمي، أما الكلام في وسائل الإعلام انسحبنا وسننسحب هذا لا وزن له، وهو ورقة من أوراق التفاوض أو الضغط أو التنافس أو تحقيق الموازنات الانتخابية أو التأثير على توجهات الناخبين وما إلى ذلك. فهذه خدعة جرت في العراق على مدى سنوات وما زالت الآن. المحور الرابع هو التجاذبات السياسية على أبواب الانتخابات. هذا المحور شبيه بالمتقدم ولكن يختلف عنه. الثالث تحدث عن الانسحابات الوهمية، هنا لا، تجاذبات حقيقية وليست وهمية، تجاذبات حقيقة فجة رخيصة أقولها بكل بهذه العبارة وغير لائقة أبدا، واستغلت معاناة المهاجرين والمهجرين والنازحين تحديدا. ولعلكم لاحظتم التجاذب اللي حصل بين بعض القوى المسمات سنية، تيار من تيارات العربية العربية السنية المشاركة في الانتخابات والمتنافسة في المحافظات المنكوبة، أنشبوا بينهم قبل أسابيع معركة بسبب هذا الموضوع، بسبب موضوع جرف الصخر. صارت جرف الصخر الآن عزيزة، صار وأهلها يعني يحتاجون إلى كل دعم بعد أن تركوا على مدى سنوات طويلة، بل ساهم بعض هؤلاء السياسيين في مأساتهم. تذكرون جريمة الجثث
المجهولة في بابل اللي أقمنا عنه ندوة قبل سنتين هنا في القسم السياسي وقسم حقوق الإنسان مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أقمنا ندوة متخصصة عن هذا الموضوع. هي أيضا هذه في بابل، أين ذهبت؟ ما هو التحقيق؟ أين حقوق هؤلاء الذين دفنوا كجثث مجهولة؟ كيف قتل هؤلاء؟ هل فعلا قد توفوا في المستشفيات وما إلى ذلك، أم هي عمليات قتل منظمة؟ من غطى على هذا الموضوع في ذلك الوقت؟ إحدى القوى السياسية السنية. الآن صراع قوى سياسية سنية سوت حملة إعلامية في إطار الانتخابات، زيارة لبعض شيوخ المنطقة، افتروا بالمنطقة والبيوت المهدمة وفق خط سير محدد لهم من قبل الميليشيات، وصرحوا للإعلام بما تريد الميليشيات، ولم تنقل هذه الصور والتصريحات إلا قناة واحدة من قنوات الميليشيات، وهي قناة معروفة يملكها أو تملكها ميليشيا من أكثر الميليشيات الولائية الطائفية إجراما وإرهابا في العراق. قامت قائمة كتلة سنية أخرى وعدت هذا من قبيل الكذب والدجل واستغلال قضية أهلنا في جرف الصخر، وأنه هذا الكلام غير صحيح، وأنه هذه محاولة للتنازل عن جرف الصخر بالحصول بإرجاع بعض سكانه فقط. وهكذا بدأت الاتهامات بين الطرفين وشغلت الناس أيام طويلة جدا. محصلة هذا كله بأنه الموضوع هو في إطار سياق التجاذب والتسابق الانتخابي، وإلا ماذا فعل هؤلاء المعترض والمعترض عليه؟ الوثائق تشير، وثائقنا في الهيئة واصدرنا بيانات حوله، ووثائق كتبنا تقارير عنها، ووثائق أقول بكل صراحة ولأول مرة زودنا بها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة بشخص أمينها العام معنية جدا ببعض هذه الملفات، ومنها ملف المقابر الجماعية المكتشفة في الأنبار وتحديدا في الفلوجة وما حول الفلوجة لمختطفي الصقلاوية وغيرهم. من الذي وقف سدا منيعا أمام عدم الكشف عن هذه المقابر أو عدم فتح هذه المقابر؟ لأن عندنا مقابر مفتوحة ومكشوفة، وكم مقابر اكتشفت ولم تفتح الآن ولم يعرف ما في داخلها. لو كان هذا القبر يعني ينسب لجريمة هذا التنظيم الإرهابي أو هذا التنظيم المتشدد أو غيره لقامت الدنيا ولم تقعد، حتى ولو كان عدد الجثث على عدد أصابع اليد الواحدة أو اليدين. أما جثث بالمئات لا يسمح بفتحها. من تولى كبر ذلك؟ تولى كبر ذلك إحدى القوى السياسية المهيمنة على قرار محافظة الأنبار الآن. من هنا يمنع الكشف عن أو فتح المقابر الجماعية، ومن هنا يدافع عن جرف الصخر ويتهم الطرف السياسي الآخر. والطرف السياسي الأول اللي تبنى قضية جرف الصخر في الوقت نفسه تبنى مهمة عدم الموافقة على إرجاع النازحين والمهجرين من معسكرات الهجرة والنزوح في كردستان العراق إلى محافظاتهم، وظهر عدد من النواب من هذا التيار في الإعلام بشكل واضح وصريح يعترضون على عودتهم. لما؟ لأن عودتهم قد تحدث نوعا ما من الاختلال في عملية الانتخابات في مناطق ومذلك. إذن الكل يدعي وصلا بالنازحين، والنازحون لا يقرون لهم بذلك. بعدين نقطة، ذول المتشاكسين جاي يسوون جرائم. الجريمة الأخيرة مع وزير الدفاع أو ما يسمى وزير الدفاع في قرية العيثم محافظة صلاح الدين، من أجل خلاف شخصي مع شقيقه يهجر 91 عائلة. إذن صار التهجير الآن من الأدوات السنية في العملية السياسية، وهي أداة تنفيذية مو أداة سياسية ضمن كتلة أو غيرها وزير دفاع. فمن هنا كتلة تبكي على أهل جرف الصخر، وشخص هنا يهجر من منطقة صلاح الدين، وشخص ثالث يمنع فتح المقابر الجماعية في الفلوجة وما حولها. فإذا القصة كلها تأتي في إطار الخلافات السياسية والتنافس بينهم على المقاعد. وهنا نقطة، حصة السنة في هذه الانتخابات كما تعلمون في العملية السياسية من إقرار إلى الآن لا تتجاوز 19-20%، بمعنى أنه لو يشارك كل سني في العمل ولا سني واحد في العملية السياسية في الانتخابات حصتهم محفوظة 20%. إذا لماذا هذا التقاتل؟ لو كان التقاتل من أجل المحافظة على حصة السنة كما يدعون ممكن يكون مبرر. طيب إذا هي الحصة مضمونة، إذن الصراع على الكراسي، من يأخذ كراسي أكثر وما يتبع هذه الكراسي؟ فالصراع محلي داخلي، وللأسف ينخدع كثير من الناس، يطربقون وراء هذا ويركضون وراء هذا ويأخذون صور مع هذا ويمدحون هذا وما إلى ذلك.
نقطة أخرى، انتخابات الخارج ألغيت، لم يعترض أحد منهم. لو كانوا حريصين على مشاركة الشعب العراقي حقيقة في الانتخابات ويتكلمون عن المقاطعة ويذمون الناس اللي دعت للمقاطعة في الانتخابات الأولى، كان اهتموا بناخبي الخارج وهم كتلة كبيرة جدا ومؤثرة ومحسوبين في الغالب على هؤلاء السياسيين. لكنهم يعلمون تماما أنه لا تأثير للانتخابات، لا تأثير للصناديق، أن هناك نسب محددة هي فقط الاختلافات الداخلية. كتلة سين تأخذ 10، الكتلة صاد تأخذ 11، الكتلة عين تأخذ 12، وهكذا. فأبو العشرة ما يقبل بالعشرة يدي 11، وأبو 11 ما يقبل بالعشرة يدي 12، حقيقة الصراع الجاري بينهم. وطبعا كل واحد من هذه الكتل، كل شخصية من هذه الشخصيات تستعين بالفصيل الميليشياوي الفلاني، بل بعضهم وصل الآن للاستعانة بمؤسسات ما يسمى الدولة والاستعانة بالقضاء والمحكمة الاتحادية وما إلى ذلك لتصفية خصومه والآخرين. طيب إذا أنتم كلكم دخلتم من أجل تقليل الضرر، من أجل المشاركة في العملية السياسية لتحقيق مصالح لأهلكم كما تقولون، لماذا هذا الصراع بينكم؟ المنطق والسياسة والعقل كله تقتضي أن تتفقوا، أن تتوحدوا من أجل خدمة ناخبيكم، لكن الصراع كبير، لأنه صراع للأسف صراع مصالح. ولذلك إلى الآن لم يتفقوا على قرار واحد يقضي بحسم ملف جرف الصخر مثلا أو النازحين والمهجرين. واحد يقول ذيك صدره، والثاني يقول والله ما يخلونا نفوت، وزير دفاع بنفسه راح وما خلوه يفوت، رئيس جمهورية بنفسه ما خلوه يفوت الجرف الصغر، تصدق هذا أو ذاك. على العموم، الموضوع الخامس والأخير هو موضوع الانتخابات القادمة، هذا هو المحور الأخير في هذا التقرير. بداية نقول من المؤكد والمقطوع به سياسيا بحسب خبرة السنوات الماضية وواقع الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والصراعات الداخلية والارتباطات الخارجية، أنه لا يمكن تصور حل حقيقي في العراق من خلال الانتخابات. وهذه الانتخابات لن تأتي بأي جديد إيجابي، بل ستأتي بجديد سلبي على مختلف الصعد، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. وهذا الجديد هو قيادة العراق مما هو فيه من حالة مأساوية إلى حالات مأساوية أكثر. وهنا نذكر بانصراف العراقيين عن الانتخابات الماضية في عام 2018، النسبة لم تتكد تجاوز 13-14-15% بخلاف المعلن، فما بالكم بهذه الانتخابات. هناك نزوع نحو المقاطعة من تيار كبير من الشعب العراقي، ليست هناك دعوات من قوى سياسية وغيرها، حتى نحن في الليلة لا ندعو إلى المقاطعة، وإنما رأينا من سنوات طويلة نقول الشعب العراقي واعي وهو يدرك الموقف السليم والصحيح في التعامل للانتخابات، وكان مصداق كلامنا هذا هو الموقف السليم اللي وقفه الشعب العراقي الانتخابات الماضية، متوقع أن يقف موقف أكبر وأعظم في هذه الانتخابات. فالأوضاع متدهورة، وقد نشهد اتساع نطاق التهجير والاستيلاء على ممتلكات الأبرياء وتوسع دائرة البطالة والجوع، فضلا عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار عمليات اغتيال الناشطين وتكميم الأفواه وتغييب الأصوات العراقية المناهضة للأحزاب السياسية والهيمنة الإيرانية، مما دفع بعضهم للخروج خارج العراق، وقد يخرج أكثر كلما قربنا إلى موعد الانتخابات المفترضة. هذا هو المتوقع، هذا هو السيناريو المتوقع. تبقى قضية هنا مهمة جدا، أنه نتيجة الضغوط السياسية الكبيرة هنا وهناك، ونتيجة انسداد الأفق أمام الشعب في الداخل، وعدم الخبرة السياسية لكثير من الناس في الداخل، ولا سيما في طبقة علماء الدين وأئمة وخطباء المساجد، يستغل عدد من المرشحين لانتخابات هؤلاء خلال زيارات ولقاءات وتصريحات وتقديم خدمات، يعني خدمات هي ضرورية تقدمها الدولة السلطة التنفيذية، مو يقدمونها نواب سلطة تشريعية، ومع ذلك يقدمون بعض الخدمات الجزئية هنا وهناك من أجل كسب مشاعر الناس وعواطفهم وتقليل الضرر، مع أنه لن يقدموا شيئا، مجرد فوزهم سيتركون كل شيء ويتركون هذه المناطق ويرجعون يقعدون بعمان. بعض النواب صار لهم أشهر في بغداد، سنة وسنتين وثلاثة، لأنه حملة انتخابية، مجرد ما يفوز يقعد بعمان أو باسطنبول أو يقعد بكردستان وما يحضر الجلسات إلا للضرورة فقط. وهنا نقطة مهمة، بعض هؤلاء وصلوا إلى مدى خطير جدا في استغلال عواطف ومشاعر الناس، وبدأوا كل نشاط معين يحضرون يلتقطون الصور وينشرون على مواقعهم وحساباتهم ومكاتبهم الإعلامية النشطة،
مكرفوناتهم المكتوب عليها كذا، العامرية أولا، الخضراء ثانيا، المنصور ثالثا، هذا من باب التهكم يعني ليس حقيقة. مكرفوناتهم حاضرة في كل، بل الآن دسوا أنوفهم في المساجد التي لم يدخلوها سابقا لا مصلين ولا داعين ولا غيره لأجل هذه الأهداف. قبل مدة قاعة فواتح جددت في أحد المناطق في بغداد، الوقف السني متبنيها، النائب الفلاني متبنيها، الوجيه الفلاني متبنيها، وتحير تشكر من الجهات اللي المسجد اللي فيه حير يشكر من يشكر الجميع، ولا يدري أن شكره هذا يأتي في إطار دعم العملية السياسية من غير أن يشعر. قبل أيام اعتقل إمام خطيب، امتلأت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كلهم يدعي أنه هو من أطلقه، يعني صار فزعة جماعية للنواب السنة لإخراج إمام خطيب، وهو سيخرج سيخرج، لأنه الإمام الخطيب عنده هذا توازنات وله ظهر. آلاف المعتقلين في السجون لم يقف لهم أحد. ثم ما هذا الكذب، بل هذه الجرأة على الكذب، هو طلع بقرار، من دخل في القرار، من أثر على القرار، أكيد واحد. طيب والباقين طلعونا بعبارة ساهم في إطلاق صراع، ساهم في إطلاق صراع، ساهم في إطلاق صراع. هاي لو مطلعين المساجين كان قلنا ممكن هذا طلع 100، هذا طلع 200، لكن هذا طلع عيد الإمام الخطيب، وهذا طلع رجله، وهذا طلع رأسه، وهذا طلع كذا، طلع لحيته وما إلى ذلك. يعني أمور غريبة عجيبة تجري هذه الأيام. والأدهى من ذلك أنهم يزورون هذا الإمام الخطيب برفقة مشايخ وأئمة وخطباء ووجهاء مناطق لإطمئنان عليه، ثم يخرجون بعد ذلك وينشرون هذه الصور في حساباتهم ويكتبون تحت اسم المرشح ورقمه والشعار ماله، يوهمون بأن هؤلاء خرجوا معهم في إطار حملة. وهنا أوجه كلامي للإخوة الأئمة والخطباء في كل مكان وأقول لهم تم استغلالكم للأسف بنجاح في هذه الحملة الانتخابية، ولا أبرئ أحد حتى إذا كان من أعضاء الهيئة، فأقول له هذا التصرف الشخصي، عدم الدراية، عدم الخبرة، الانجرار، الانخداع سيؤثر على الموقف العام للقوى المناهضة للاحتلال ومنها الهيئة، فعليكم الانتباه لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع شخصي والهيئة ليس في واردها مراعاة أحد أو تجنب أحد من النقد أو غيره. ستقول أن فلان أخطأ، فلان فسح المجال لفلان، فلان استقبل فلان، فلان زار فلان مع فلان، فلان وضعت صورته مع المرشح الفلاني، المرشح الفلاني في المنطقة الفلانية استغل الإمام الخطيب، استغل عضو الهيئة في المنطقة الفلانية. ثم يقول بالتعبير العراقي ما كل حي مصرحة، موقف الهيئة من العملية السياسية سمعتموه الآن، سمعتموه الآن، وسيبقى كما هو. النظام السياسي القائم في العراق نظام شاذ، نظام غير صحيح، نظام باطل، جاء نتيجة احتلال أمريكي، والهيئة لم ولن تشارك فيه أبدا حتى بعد إنهاء هذا النظام السياسي، لن تشارك الهيئة في أي عملية سياسية قادمة، لأن هدف الهيئة هو التوجيه والنصح والإرشاد والإصلاح والأخذ بيد العراقيين للخلاص، مو مشاركة في عملية سياسية. العملية السياسية ما زالت قائمة في العراق، والحكومة القائمة حكومة احتلال ثامنة، وتقادم الزمن لا يعطي القضايا أو لا يبطل أحقية ومصداقية القضايا، الحق لا يسقط كما يقولون في القانون بالتقادم. فالله الله في أنفسكم وفي هذا الخطأ الكبير الذي سيغتر به كثير من عوام الناس، وأنتم مطالبون من وقع في هذا الخطأ بالإصلاح، بالإعلام، بالبيان، بالبراءة من العملية السياسية ومن هؤلاء السياسيين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه المحاور الخمسة التي أردنا أن نتعرض لها أو عرض لها هذا التقرير الدوري للحالة السياسية في العراق الذي يصدر عن القسم السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذا البيان الشافي الكافي الوافي لأهم الأحداث التي حصلت في الأسابيع القليلة الماضية في العراق، ولبعض النصائح للأئمة والخطباء في الأمور المهمة في استغلالهم لاستثمارهم في الانتخابات القادمة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور مثنى حارث الضاري، وللحضور الأكارم بالشكر الجزيل، وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.